في فيديو اليوم غادي نتعرفوا على وسيلة من أقوى الوسائل اللي غتخلينا نروجوا لروابط الأفيليت ديالنا وبالتالي المنتجات ديالنا. باش تعرفوا على هذه الوسيلة والتقنيات اللي يمكن لنا نديروا من خلالها، ما عليكم غير أنكم تتابعوا الفيديو من أوله إلى آخره. اذا الوسيله اللي غادي نتعرفوا عليها اليوم هي وسيله الانستغرام. الانستغرام كنعرفوا باللي هو يعتمد على الصور، يعني غادي نحتاجوا في هذا الفيديو لانشاء او لتصميم صوره، وكما تعودنا اللوجيسيال ولا الموقع اللي كيخلينا اننا نقدموا لنصمموا صوره هو موقع كانفا. اذا ما علينا غير اننا ننشئوا حساب في الانستغرام، والامر جد سهل، اما برقم الهاتف ديالكم او بالايميل ديالكم وكتدخلوا مود باس، او لا عن طريق الفيسبوك كما الكل معتاد. ما عليكم غير انكم تكليكوا في انسكريبيفو وتدخلوا المعلومات الخاصه بكم، وترسل لكم رساله عبر الهاتف او لا عبر الايميل على حسب الرقم او الايميل اللي اختاريته باش يكون مرتبط بحساب الانستغرام ديالكم. ما عليكم غير انكم تدخلوا الكود او الرقم السري، وبالتالي كيولي عندكم حساب. من خلال هذا الحساب غادي نوريكم كيفاش اننا غادي نقوموا بعمليه الترويج للمنتجات ديالنا. اذا المنتج اللي اختاريت اليوم باش انني ندير ليه تسويق هو منتج شركه اوديبل. هذا المنتج هو كيخول لنا امكانيه اننا نسمعوا الكتب، يعني عوض ما اننا نقراوهم كيكون واحد لوجيسيال ولا واحد المشغل اللي كيتم من خلاله قراءه الكتب، ما علينا حنا غير نسمعوا. هذا المنتج كيتميز بعده مزايا، انهم غير الى شي حد تسجل من خلال رابط الافيليت ديالنا كنربحوا نصف دولار، او الى مشى شرى المنتوج كنربحوا 10 دولار. لذلك اختاريت انني نروج لهذا المنتج، وبالتالي باش اننا نروج لهذا المنتج يجب علينا انشاء صفحه في الانستغرام، وخاصه تكون ذات صله بالكتب. علاش ذات صله بالكتب؟ باش نقلبوا على الناس او نبحثوا على الناس اللي عندهم حب او شغف للقراءه على الكتب. اذا كما كتلاحظوا هنايا درت بوكس، ما عليكم غير انكم تكريو الطريقه اللي بغيتوا. ومشيت انني درت فولو ولا تبعت اهم الصفحات الكتب اللي كاينه في الانستغرام، منها ديال جينس، كاين هاد بوكس 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 اند بوكس، كاينين بزاف. المهم نتوما الانفو غادي تقيدوا في امازون وتدخلوا لشركه اوديبل، غيبانوا لكم الشركات الرائده في هذا الامر. اذا ما علينا، من بعد ما اننا كنديروا فولو لهاد الاشخاص المهمين في اوديبل او لا في مجال الكتب، ما علينا غير اننا نبقاو ندخلوا لي كومونتير ديال كل صوره من هاد الناس اللي دايرين في الكتب وفي الصفحات ديالهم. علاش؟ باش اننا من خلال هذوك لي ستاتيو ولا ديال الانستغرام ديال كل صفحه غادي نتعرفوا على ناس، نبقاو نديروا لهم بالتالي فولو لكل واحد فيهم. مثلا عندي هذه بوك اند بوك، ما عليا غير انني نشوف ندخل للصفحه ديالهم، نديرو بوك اند بوك بوكس اند هي حتى هاد بانكوان بوكس ماشي مشكله خرجت لنا، حتى هي دايره لها فولو. كما كتلاحظوا معايا كيبانوا لي هنا لي ستاتيو فيهم الكتب، وكتلاحظوا بلي كاينين بزاف ديال الناس هنا عندهم حب لقراءة الكتب. ما علينا غير مثلا هاد الشخص نجي ونديرو ليه فولو، نديرو الى درنا ليه فولو بالتالي هو غيرد لنا التتبع ديالنا، ونديرو لبزاف الاشخاص، غير اننا ما نفوتوش 50 شخص في الساعه باش ما يعتبرناش انستغرام سبام ويحذف لنا الحساب ديالنا. اذا بعد 5 ساعات من العمل تقدروا انكم توصلوا الى قلنا 50 شخص كل ساعة، هي مثلا 2250 شخص،
250 شخص دير لي فولو، يقدر يجاوب منهم مثلا 100 شخص، نكونوا متفائلين يدير لنا التالي فولو، يعني خلال اسبوع تقدروا انكم تجمعوا 700 متتبع لكم، وهكذا حتى تكبر الصفحة ديالكم المتتبعين. وبطبيعة الحال كل نهار خاصكم تحطوا صورة كتعبر على هذاك المنتج ديالكم، على المزايا ديالو إلى آخره، باش كل فولو دار لكم فولو، كل فولور دار لكم فولو كيشوف المعلومة وبالتالي كيفهم شنو هو المغزى ديال الصفحة ديالكم. وما عليكم غير أنكم ديروا كوبي كولي لبعض التعريفات التعريف باش تعرفوا بالصفحه ديالكم. مثلا الى دخلت انا لهنا لهاد بوكس ديالي، غتلقاو بلي عندي ويلكم تو ماي بوكس انستغرام، يعني الصفحه ديالي انستغرام كيورنتلي ريدن، بحال اللي كنقول لهم بلي انا دابا راني كنقرا الكتابه وعندي الجول هذا العام 100 كتاب، وهنا بحال دايره اشهار لهذاك اوديبل بوك. كتلاحظوا معايا انني دايره الرابط الافيليت ديال هذا المنتج ديال امازون وديال وطب ديال شركه اوديبل بوكس. وماي شاوت كارد، من بعد نهضر نتكلم لكم على هذا الشاوت كارد، حيت في انستغرام كاين واحد العالم اخر عندهم من كتنشئ صفحات، والى وصلتي لواحد العدد من المتتبعين مثلا 3000 متتبع لهذيك الصفحه، يمكن لك انك تمشي لواحد الموقع ودير ليها التصنيف. علاش كيديروا هذاك التصنيف؟ باش الا كانت شي شركه باغا دير الاعلان ديالها وجات سولاتك ولا مشيتي عرضتي عليها، كتعرف بشحال غادي دير ليها الاعلان، هي كتعطيك تقييم الصفحه ديالك وبشحال انك تقدر تطلب الاعلان. مثلا الا كانت 3000 صفحه، اصلا 3000 متتبع، 3000 متتبع وعندك بزاف ديال لي بوبليكاسيون، مثلا كتقدر توصل ل 65 اورو لكل ولا دولار لكل شخص بغى يدير عندك في الصفحه ديالك اشهار. اذا كيفاش يمكن لكم انكم تموديفي ولا تعدلوا في هذه الصفحه الاولى؟ ما عليكم تكليكيو هنا وكتمشيو للسيتين، من بعد ما كتمشيو للسيتين كتلقاو المعلومات ديالكم المدرجه وكتموديفيو كما بغيتو، يا اما الايميل كما العاده، فما كاينش اختلاف ما بين انستغرام والفيسبوك الى اخره. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يخدموا الانستغرام في البيسي ديالهم، عليهم غير يتبعوا النصائح التاليه. بغيو انكم تخدموا انستغرام في الحواسيب ديالكم، ما عليكم انكم تكليكيو دغوا وتمشيو انسبكتي، وكتجيو لهاد العلامه اللي دايره بحال الهاتف وتكليكيو عليها كما كتلاحظوا ولات على شكل هاتف، كنديروا اكتواليزي لهذيك اولا تحديث لهذيك الصفحه، وكتلاحظوا بلي ولات عندنا العلامه بحال اللي كاينه في الهاتف، يمكن لكم تزيدوا الصور من هنا الى اخره. وطبيعه الحال غادي نستعملوا باش نديروا الصور الكانفا. الكانفا كتعطينا امكانيه اننا نديروا صور خاصه يا اما بالبينترست يا اما بالانستغرام. كما غادي نلاحظوا دابا ندخلوا للكانفا canva.com، نقدر نعطيكم مثال حي هنايا بواحد الصفحه انستغرام اللي نشاتها اقل من 15 يوم، جمعت اكثر من 100 ابوني، مع انني ما كنتش كندير نفس الخدمه ديال 50 ابوني في الساعه، اقل 5 6 الى اخره، ولكن عندي 23 بوبليكاسيون، يعني كل نهار كنت كندير بوبليكاسيون. كنتمنى ان الفكره تكون وصلتكم، وباتباع هذه الاستراتيجيه غادي تتبعوا عدد من المتتبعين وغادي تجمعوا عدد كافي اللي تقدروا من خلاله تلقاو زبناء او لا
من خلاله تقدروا ديروا الطريقه الثانيه لربح الاموال، هي انكم تروجوا للصفحه ديالكم من خلال تقييم ديالها وتقييم شحال يقدر ان شخص ما ولا شركه ما دير اعلان شحال تقدر انكم تخلصكم بالدولار. ودمتم سالمين، ما تنساوش سبسكرايب ولايك، والى فيديو اخر ان شاء الله.